صفعة ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة، تلقتها إسرائيل وجيشها وجهازها الإعلامي في مقتل، ليست بالصواريخ ولا بالاقتحامات على حين غفلة، بل أتت هذه المرة على يد مسنة إسرائيلية هي ثانية اثنين قد أطلقت كتائب القسام سراحهما دون مقابل. المسنة التي تجاوزت 80 صرحت للعديد من وسائل الإعلام عما عاينته وعايشته في أيام احتجازها 17، تنظيم، نظافة، مشاركة في الأكل، طبابة ورعاية وحسن ضيافة، وأنفاق كأنما شباك العنكبوت. الصدمة اجتاحت الشارع الإسرائيلي بعد أن حطمت كلمات هذه العجوز كل أصنام الإعلام الإسرائيلي والغربي في الترويج لوحشية الفلسطينيين. صحيح أنهما مسنتان، وربما قامت الحركة بإطلاق سراحهما لتخفيف العبء اللوجستي عنها، لكنه تأكيد لما قيل في بيان سابق أن الحركة ستطلق سراح المحتجزين المدنيين حين تسنح الفرصة والميدان بذلك. فهل تحاول حماس استعجال الاجتياح البري وجر إسرائيل إلى أنفاقها كما فعلت بالرهائن بعد أن دعا مسؤولون أمريكيون إسرائيل لتأجيل هذا الاجتياح ريثما يتم الإفراج عن كل المدنيين المحتجزين؟ أم أنها محاولة خجولة منها لطلب التهدئة وإظهار غير صريح لرغبتها في لملمة جراح أهل القطاع المدنيين ووقف إطلاق النار؟